بعض الناس بالفعل لم تثمر أو فصلوا تماما ما بين العبادة التي يؤدونها في المسجد وبين السلوك اليومي في تعامله مع الناس، فوجدناهم يعني يغشون في التجارة ويكذبون ويخونون الأمانة، ووجدنا البعض يسرق والبعض يغتصب المال اليتيم ويغتصب الثروات ويأكل ميراث أخته مثلا أو ميراث يعني التي هي قريبة له، ويقول إني صائم ويقول إني أصلي في المسجد وربما كان ويحج ويعتمر. نعم، عليه هذا النمط من الناس الذي لم تثمر العبادات ثمرة حقيقية في حفظه من الكذب، يعني عليه في اليوم آخر اليوم أن يراجع نفسه، كم مرة حصل مني كذب في هذا اليوم، كم مرة كنت صادقا، كم مرة هل عملي في هذا اليوم أديته بأمانة وبكفاءة وكما يرضي الله سبحانه وتعالى ولنا قصرت. فيجلس كل ليلة يحاسب نفسه، هل كان أمينا مع الناس، هل كان نعم يعني حريصا على مصالح أخواته، أشياء من هذا القبيل، هل كان يبر ولدي. لكن هو السؤال، هو في المسجد أو في مقام الصلاة أو مقام العبادة باشا وشه سمح يتعامل بالحسنى ويقبل كتف هذا ورأس ذاك ويد هذا وإكرارهم بالفضل، لكنه في خارج المسجد يعني وجهه يعني فظيع ومربد وشاخط ولاعن، وأمر غريب جدا مع أن المعاملة هنا ما تختلفش. قد يكون هناك انفصام بقى في شخصية ذلك الإنسان، يحصل يعني كانت له شخصية في أثناء العبادة وفي أثناء المعاملة مع الناس شخصية أخرى مختلفة. هو بيتظاهر على ما يبدو رئاء الناس. صدقني في بعض الناس كان يبيع سيارة والسيارة فيها خلل داخلي لا يكتشفوه إلا المتخصصون، يعني صحيح سمكرية وذو الاختصاص، لو أنه نظر النظرة العادية المتفحصة له لاكتشف هذا العيب، لكن الشخص العادي اللي ما يكتشفوش لا يكتشفه، يغمى عليه. ومع ذلك هذا البائع آثر، يعني العربية لو كانت مثلا تساوي 10 لو اكتشفنا العيب تساوي 7، فآثر وقال أنا سأبين العيب. أيوة. طيب والمقابل أنت هتخسر في العربية، قال أخسر الأموال بدل من أخسر الأخلاق والدين، وبين العيب للمشتري. هذه مثل هذه السلوكيات وأمثلها كثير جدا. شوف اللي برجع الأمانات إلى أصحابه، وناس بسطاء وبألاف بل وبملايين الجنيهات لا يحلمون بهذه الأرقام. صحيح، وربما هو في حاجة ماسة جدا إلى القليل من